تخيل معايا لو مسموح لك انك تقابل اعظم ملوك العالم اللي احنا عايشين فيه ده وتطلب منه اللي انت عايزه كل يوم، هل لو حد اتعرض عليه العرض ده ورفضه هتقول عليه هو في وعيه؟ تخيل ان احنا بيتعرض علينا العرض ده كل يوم، بس مش من اعظم ملك في العالم، لا ده لله المثل الاعلى. انت بيتعرض عليك العرض ده من اللي خلق الكون، اللي خلق الارض، واللي خلق الكرة الارضية اللي انت عايش فيها، واللي انت لو انت ماشي في الصحراء شايف الرملاية الصغيرة اللي في الصحراء دي وانت ماشي، الرملة النقطة الواحدة اللي هي لا تكاد ترى بالعين المجردة اصلا، ده الكوكب اللي انت عايش فيه، والصحراء دي كون ربنا، فانت اصلا لا ترى بالعين المجردة، فهو ربنا مش محتاجك، بالعكس ده انت اللي محتاج ربنا، وانت اللي محتاج الصلاة دي في كل وقت في حياتك علشان تتحسن. الصلاة مش مجرد وقفة بتقفها وتقرأ شوية كلام علشان تخلص وتبقى قضيت الفرض بتاعك، الصلاة احسن من كده بكتير. في كل صلاة بنقرأ سورة الفاتحة، وبصيت شوية في سورة الفاتحة دي هتلاقي فيها حاجات كتيرة قوي غير اللي احنا متعودين عليها. تعال اقولك على سر، بتبدأ الصلاة بتاعتك وتبدأ تقول الحمد لله رب العالمين، فربنا بيرد عليك ويقول حمدني عبدي. تخيل ان ربنا بيرد عليك، اكيد تقول الرحمن الرحيم، يقول اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين. ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما طلب، وتكمل الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليك يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تخيل كده لو انت بتصلي بالمنطق ده، ان انت بتقول الآية وتستنى ثانية تستنى رد ربنا عليك، انت الآية وانت بتقراها هو مش مجرد كلام بتقراها، لا ده حديث انت بتقوله وربنا بيرد عليك. انت متخيل العظمة اللي انت بتعملها وانت بتصلي؟ فتيجي تفكر بالعقل، هو انا ليه ما صليش؟ يعني الصلاة لو كل صلاة بتاخد فيها 10 دقايق في ال 24 ساعة، يعني 50 دقيقة، يعني ما كملتش ساعة من ال 24 ساعة مش عايز تقف قدام ربنا اللي خلقك اصلا، يعني انت وانت بتصلي ما فيش حاجة وحشة بتجيلك، بالعكس ده انت بتاخد حسنات على اللي انت فيه، وبتحس براحة نفسية بعد ما بتطلع، بتطلب من ربنا اللي انت عايزه، بتحس ان انت بتتكلم مع مالك الملوك اللي خلقك. في عظمة ايه اكتر من كده انت محتاجها؟ ربنا كرمك وداك الصلاة، وانت تبعد عن الصلاة وما تروحلهاش؟ يعني ربنا يناديك 5 مرات في اليوم وانت ما تستجبش ولا مرة، وانت ما عندكش حجة، ما عندكش مرض، ما عندكش اي حاجة من الحاجات دي، فليه ما تصليش؟ يعني ليه؟